السلام عليكم، انا من طنجة، كنطلب المعاونة ديالكم. انا مريضة، عندي مرض مزمن من 2011، كنت عالج والحالة ديالنا المادية ضعيفة بزاف. الوالد ديالنا ما خدمشي، خدمة عنده قليلة حيث حتى هو مريض، وما كنقدرش على العلاج ديالي لحيت العلاج ديالي كيدي المصاريف بزاف بزاف بزاف، والأغلبية أنني كنستعمل الدواء غالي بزاف، وخصني كل شهر الدواء غالي، وتا التحاليل كيتقاموا لي غاليين بزاف، والحالة عندنا ضعيفة لواحد الدرجة ما تصورش، لحيت ماشي غير أنا اللي مريضة في الدار، كاين الأخت ديالي حتى هي مريضة، وبزاف ديال الحاجات اللي عندنا واقعين في الدار، وكنعس في السبيطار في طنجة وفي الرباط تقريبا كل عام، والحالة ديالي كل عام كنبرا غير شهرين، وكنولي نرجع نمرض من الشهر ديال 10 كامل حتى شهر 6، ما كنبقاش نتمشي على رجلي مرة، وكنولي بحال لا مشلوله، وكنولي نشرب الدوايات بزاف، وكنبقى نستعمل السكانيرات والتحاليل واحد الدرجه ما تصورش. فعلا عاونوني الناس بزاف، ولكن كيعاونوني الواحد اللحظه وصافي، عاود كيشوفوا الناس اخرين اللي يعاونهم، مساكن كيكونوا كثار مني، وانا حاليا الحاله ديالي ولات كترجع كيف ما كانت. لهذا كنطلب المساعده ديالكم. الوالده ديالي كانت توفات في 2011 بالسرطان، والاخت ديالي حتى هي توفات في 2016 بالسرطان. الكبيره هي اللي كانت كتعاون الوالد ديالنا في كل شيء، ودابا بقاونا غير سته ديال البنات. لا الوالد ديالي عنده الطونس وكيبقى يطلع له بزاف، لهذا ما كيخدمش بزاف، كيبقى يخدم غير شي ثلاثه ايامات في السيمانه وصافي. الوالد ديالنا مسكين هو اللي متكلف بهذا الشيء هذا كامل، بعد النوبات كيخرج لنا الكريدي من البنكة وكيبقى يصرف علينا، عاود حتى كيرجع شويه بشويه. الدواء الاخراني اللي كنشربو كيعمل 1000 درهم في الشهر، غير كاينه وحده اللي كنشرب ديال التخاطر الدم. التحاليل اغلبيه 300000، السكانر ملي كنجي نعاودو كيتعمل نص مليون، كل 3 شهور 4 شهور. لا التحاليل على حسب، ملي كيشوف الطبيب اللي راه صافي رجعت الحاله ديالي كيف ما كانت كيعطيني التحاليل. بعد النوبات كنطلع حتى للرباط باش الا غادي نعمل التحاليل، كنعمل التلفازه ديال الكبده وكلشي. كنتمنىكم تعاونوني، واللي بغى يعاونني انا غادي نعطيكم النمره ديالي واتصلوا بيا. الله يجازيكم بخير.